طيب طالما احنا عايشين في ظروف النكسة زي ما قال السيسي بعظمة لسانه، يبقى ما تستغربش من اي خبر تسمعه، لان الشعب كله بقى ضحايا النكسة. زي مثلا الشباب اللي وزير العمل، انتوا عارفين انه اخر احصائية في مصر وجدوا، على فكرة مصر زاد عددها بقت 109 مليون تقريبا دلوقتي، تقريبا انا الخبر ده عدى عليا من كام يوم كده، ان مصر زادت رغم ان هم عاملين كل حاجة وربطوا الرجالة وعقموا الستات ونكدوا على الناس، لكن مصر زادت تقريبا بقينا 109 مليون تقريبا. في اخر احصائيه شفتها انا الجهاز المركزي للاحصاء، ان اغلب سكان مصر دلوقتي هم من الشباب من 15 ل 35، دول الغالبيه العظمى في سكان مصر، يعني دوله فتيه. الاحصائيه دي بتقول ان احنا دوله عندنا شباب كتير جدا، وبالتالي الدولة اللي عندها شباب كتير جدا تحمد ربنا، لأن أوروبا اللي أنا عايش فيها دلوقتي دي عندها مشكلة مع العواجيز جدا جدا. يعني أوروبا دلوقتي عندها مشكلة في السكان، عندها مشكلة في المستقبل، الشباب ما بتتجوزش، دنيا سبهللة هناك يا عمي، وبرج بابل حيث اختلط الحابل بالنابل، وجو كده معفرت يعني، فالدنيا كبرت في السن. أنت عندك بقى دولة اغلبها او ثلاث ارباعها شباب، اوكي؟ يعني عندك ثروه، اللي بيعرف بقى ويقدر يقول دي ثروه. طيب وزير الشباب بقى يعمل ايه في وزير العمل يعمل ايه بقى في الثروه دي؟ قال لك احنا ممكن نصدرها، طبعا لاني ابو دماغ حميري عبد الفتاح السيسي الجعير عنده دماغ المظات، عنده جهل مركب، فقال لك ايه رايكم ما نصدر لكم العقول والعجول والحاجات دي يعني. وزير العمل قرر يعمل العملة دي، فبدأ يبعت شباب يشتغلوا في الإمارات وياخدوا راتب. كلام جميل، تخيل انت رايح الإمارات بقى هتشتغل براتب، ولا ايه رأيك؟ اظن الراتب هيكون جامد جدا، يعني الراتب ده انت هتعيش منه وهتسكن بيه وهتاكل وتشرب وتبعت منه لأهلك في مصر. ما انت رايح تشتغل ليه؟ عشان تشتري تيشيرتات 106 مليون بيقول لي، لا احنا اكتر من 106 مليون دلوقتي، بقينا 106 مليون؟ اه 106 مليون زدنا اهو. طيب فانت لازم تعمل ايه؟ تروح تشتغل في دولة، فانت بتصرف بتأجر، تدفع فواتير كهرباء وميه وحاجات وتليفونات، وتاكل وتشرب وتبعت لاهلك، سواء كنت متجوز تبعت للزوجة والاولاد عشان يعيش كويس، او بتصرف على اهلك. يعني يكفيك كام يا هلا مرتب يا هلا؟ معلش يا بيبو اتعب كده وقول لي الحد الادنى للاجور في الامارات كام؟ معلش انا عارف ان ده خارج اتفاقنا اللي قرينا عليه فاتحه، لكن يا عمي نتحمل بعض شويه. كام بقى؟ كام الراتب الحد الادنى للرواتب في البتاع ده؟ يعني كام كده؟ كام يا بيه؟ مين ده؟ مين؟ 4000 وكم؟ 4000. مين المصدر؟ مين المصدر؟ خدمات الخليج. المصدر قدامك اهو. كام يا بيه؟ معلش اطلع كده بالرقم. 4370 درهم اماراتي. كلام جميل جدا. حلو، ده الحد الادنى. يعني ده بقى ايه؟ الحطابين في الجبال. اوكي؟ اللي هم الناس اللي على الحميد المجيد. اللي هو ده اللي هو يعني ايه الشحات الاماراتي. اوكي؟ تخيل انت بقى وزير الشباب وزير العمل بتاعك هيصدر الشباب يشتغلوا في الامارات بكام بقى؟ عندك قلب ولا هتشتكي؟ اصل انا ما مش هاخدك المشوار ده وترجع تقول لي تعبت وبتاع والسكر عالي عليا. عندك قلب؟ خش على الراتب كده يا بيه. براتب 1700 درهم شهريا. تخيل ب 1700 درهم شهريا وزير العمل يسلم مجموعة من الشباب عقود العمل في الإمارات، وطبعا واخدهم في العاصمة الإدارية الجديدة على الترعة الجديدة بطيخة بعشرة، وبص يا بيه وبيتصور معاهم ذل ما بعد ذل. بقال ده الواد هيشتغل هناك، انت بيشتغل اي حاجة هيعيش ازاي؟ 1700؟ اذا كان الراتب الحد الادنى للرواتب في الامارات ب 4370 درهم، هتشغلوا الشاب ده؟ ما هو ده شاب اهو بقى،
سواء كان متجوز او بتاع او عنده اسره، ده هيبعت لاسرته ايه؟ هيبعت لهم ايه؟ هو هيعيش ازاي اصلا ب 1700؟ انا ما اعرفش، جايز في ناس بتعيش، لكن الناس في التعليقات قالوا ايه بقى؟ اتفضل. حاجه مؤسفه ان وزير العمل يسلم عقد لشباب العمل خارج الدوله، والغريب والعجيب اللي بتسمع على وجه الجميع. لا عاديه دي، انا شايف انها عاديه. لما الوزاره توافق انها تخرج العماله بالراتب الهزيل ده، يبقى من حق الدوله دي تبيع وتشتري في ولادنا زي ما هي عايزه. صح 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 صح، ارحموا ولادنا وارفعوا راسهم. مرتب للاسف ضعيف جدا، وايه واحسن له يفضل في مصر او يفكر انه يدور على شغل في مدرسه تانية اول ما يجي الامارات. ده واحد في الامارات اهو. استنى استنى استنى، عمر ده ولا عمرو ده او عمر ده، ده عايش في الامارات، بيقول له ايه بقى؟ بيقول له مرتب للاسف ضعيف جدا واحسن له يفضل في مصر او يفكر يدور على شغل في مدرسه تانية اول ما يجي الامارات. يعني عمرو ده في الامارات. بص بقى ميلاد بيقول له ايه؟ هيصرف منهم 1000 درهم ويتبقى 700، يعملوا 10,000 مصري، يعني يشتغل سنه ويرجع مصر يشتري بيهم اوضه نوم. محمد سعد قال لك مش هيكفوا سكن وباقي الوقت بيشتغل عند سيده. طارق قال لك عقود استعباد وليس توظيف. 1700 درهم دول لو كفوا اكل وسكن يبقى انجاز. ادي حد بيقول له 1700 درهم يجي الامارات، يجي الامارات يعني ده في الامارات. يعمل ايه يا سياده الوزير؟ انت تقبل حاجه زي دي على اولادك؟ اتقي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي عواد. عواد طبعا هو اقصد الجعر. بالذمه ده راتب يرضي ربنا؟ حسن بقى جاب لك قال لك من امتى الحدايه بتحدف كتاكيت؟